العيادة اللي موجودة نبوها ترقى إلى مركز صحي وتوفير الأدوية للناس. الناس مش معقول واحد على حبة أسبرين يطلع من هنا 25 كيلو أو بيضرب إبرة ينزل إلى غات أو البركت. دايرين كم مراسلات باش يعني الجهة المختصة بنا باش يعني يجينا دكتور يزور في كل شهر، يجي مرة والله في كل شهر يجي مرتين، لكن لا استجابوا لها.